الخبر الثاني اللي معانا بعد كده والخميس اللي جاي اجازه. اكيد القوى العامله بتعلن 30 يونيو 30/6 اجازه رسمي للجميع، وهو بيوافق طبعا يوم الخميس بمناسبه ذكرى ثوره 30 يونيو. القطاع الخاص كمان اجازه، اكد على كده وزير القوى العامله محمد سعفان ان يوم الخميس الجاي اجازه للجميع، قطاع عام وقطاع خاص. ولكن الحقيقه ان هو ذكر ان لو صاحب العمل في حاجه شديده وان ظروف العمل بتقتضي ان هو ينزل العامل في اليوم ده، لازم ان هو غير ياخد اجره كامل ياخد اجر على اليوم اللي نزله. لو يوم الخميس الجاي في حد من العمال قرر صاحب العمل ان هو ينزله، لازم ياخد اجر خاص باليوم ده بعيدا عن اجره الاساسي. غير كده الجميع اجازه، الجميع هيستمتع باجازه طويله، خميس جمعه سبت طبعا، اللي عايز يسافر بقى، اللي عايز يعمل اي يعني مشاوير او ينتهز فرصه الاجازه الطويله دي، بيبقى ناس كتيره مقبله على فكره السفر اعتقد. صحيح صحيح، هو اكيد ده يعني طبعا، يعني احنا كده كانوا باجازه فاحنا مش هنكون موجودين معاكم، احنا كده كده كل يوم خميس اجازه، موجودين معاكم من السبت الاربع بس احنا برضو هنحتفل، بس احنا هنحتفل معاكم اكيد، لان اكيد 30/6 هو حدث مهم جدا جدا لكل المصريين.